يا دموع ليه بين لي خضوعة، ليه جرح كبرياء في رجوعة. يا دموع ليه بين لي خضوعة، ليه جرح كبرياء في رجوعة. يوم أنا أتمنى وصاله صد عني، ويوم جافيته ولهتي. يا دموع دموع ليه بين لي خضوعة، ليه يجرح كبرياء في رجوعة. يوم نتمنى وصاله صد عني، يوم جافيته ولهتي. يا دموع بترك الأيام تلعب في حياة، كل ذكرى تمر في باله تلوع. واسأل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني منه يروح. بترك الأيام تلعب في حياة، كل ذكرى تمر في باله تلوع. وسل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني منه يروع. أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، ولقاء جديد مع برنامجكم الأسبوعي. عزيزي المشاهد، تقيم مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ملتقى محمد بن العبول لشعر النبط في شهر أكتوبر من هذا العام. حول هذا الملتقى عزيزي المشاهد راح يحدثكم الشاعر الأديب عبد العزيز سعود البابطين رئيس الجائزة. نسمع عزيزي المشاهد وقائع هذا الملتقى ومع الأديب عبد العزيز سعود البابطين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع منذ نشأة مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وهي تنحو في سلوكها المنحى العربي، أي الاهتمام بالشعر الفصيح، ولقد أقيمت عدة دورات خلال السنوات السبع الماضية، منها دورة أبو القاسم الشابي، ودورة البارودي قبله، ثم دورة أحمد مشار العدواني، والآن التوجه إلى الدورة القادمة السادسة، دورة الأخطل الصغير. منذ ذلك الوقت والمؤسسة ومجلس الأمناء يركزون على الشعر العربي الفصيح، ولكن ونتيجة الإلحاح الشديد من الإخوة الشعراء، شعراء النبط الذين أرادوا أن يكون أيضا ملتقى عن الشعر النبطي الذي هو الآن في المملكة العربية السعودية وفي الجزيرة بشكل عام وفي الخليج العربي، نتيجة هذا الإلحاح اقترحنا على مجلس الأمناء على أن يقام ملتقى للشعر النبطي في الكويت، ولقد وافق مجلس الأمناء في جلسته المنعقدة في فبراير الماضي على هذا الملتقى. الواقع نحن لسنا بالتأكيد ضد الشعر النبط، لأنه هو من المقومات الأساسية للثقافة في المنطقة، وله أثره الكبير في المسيرة الشعرية بلا شك. وكلنا نعرف بأن التاريخ لم يدون خلال 400 أو 500 سنة الماضية نتيجة الوضع الثقافي الذي تمر به المنطقة، ولكن دون هذا التاريخ من خلال شعر النبط. نحن نعتز طبعا بشعر النبط، وأنا شخصيا يعني أميل لميل كبير، ولكن لأن المؤسسة اختطت هذا الطريق، نحن حاولنا قدر الإمكان أن نسلك نفس الطريق الذي اختطته هذه المؤسسة. ولكن يسعدني جدا الآن أن نعلن بأن ملتقى بن العبون سيكون إن شاء الله في أكتوبر القادم من هذه السنة 97 في دولة الكويت. الواقع الإخوة اختاروا اسم، نحن درجنا على اختيار اسم من رواد الشعر كالبارودي وأبو القاسم الشابي وأحمد العدواني والأخطل الصغير. أيضا سمي هذا الملتقى باسم أحد كبار شعراء النبط، وهو محمد بن العبون، وذلك بإجماع آراء الشعراء سواء في العصر الحديث أو خلال 170 سنة الماضية التي امتدت منذ وفاة الشاعر محمد بن العبون.
الذي توفي في الكويت سنة 1247 هجري. الواقع ما في شك أن محمد بن لعبون علامة مضيئة في مسيرة الشعر النبطي، ورجل إبداع، وبسهولة يلاحظ المتتبع أو القارئ من خلال قراءاته بشعر محمد بن لعبون، يدرك تماما بأن هذا الشاعر يعتبر من الشعراء المبدعين القلائل في شعر النبط الذين عاشوا في تلك الفترة. ليس في سبك القصيدة فقط، وليس في تصوير الفكرة فقط، وليس في اختيار أدوات الشعرية الأنيقة والجميلة، إنما أيضا إبداع في شيء لم يكن موجود في زمنه، وخصوصا خلال شعر النبط. مثلا الشاعر محمد بن لعبون لديه قصيدة، وهي في واقع الحال قصيدتان، تستطيع أن تقرأها بشكل ثم تقرأها بشكل آخر عندما تحذف كلمة في الشطر الأول أو عبارة وعبارة أخرى في العجز، تستقيم عندك قصيدة مختلفة الوزن ومختلفة المعنى ومختلفة الروي القافية. كذلك إبداع من خلال قصيدة المعروفة المهملة التي قالها وعدد أبياتها 38 بيت، لم يضع ولا حرف في هذه القصيدة فيه نقطة، أي تجنب الحروف التي فيها نقط، وهذا يعتبر طبعا إبداع أو قمة الإبداع في الواقع. والقصيدة قوية السبك وفيها أيضا قافيتين. الملتقى سيكون إن شاء الله ليس التركيز على محمد بن لعبون فقط، ولكن التركيز على القصيدة النبطية بشكل عام. ولقد تشكلت لجنة تتكون من خيرة أساتذتنا الموجودين في منطقة الخليج، منهم الدكتور مرسل العجمي والدكتور سليمان الشطي والأخ عبد العزيز سريع والدكتور عبد العزيز اللعبون وهو أحد أحفاد الشاعر، والأخ مبارك العماري من البحرين، و والأخ طلال السعيد عضو مجلس الأمة. هذه اللجنة وضعت الدراسة لما سيكون عليه هذا الملتقى، ومن ضمن الأشياء اللي أقرتها اللجنة هو تكليف الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بجمع قصائد بن لعبون وشرحها ووضع الضوابط لها، كذلك تكليف الدكتور عبد العزيز اللعبون في عمل كتيب عن مصادر دراسة بن لعبون، وعمل أيضا كتب أخرى إن شاء الله ستوزع على الإخوة في ذلك الملتقى. كذلك سيشترك في هذا الملتقى دكاترة من مختلف منطقة الجزيرة والخليج، منهم الدكتور سعد البازعي والدكتور سعد الصويان والدكتور مرسل العجمي والدكتورة سعاد المانع وكثر الحقيقة من، والأستاذ مبارك العماري، والحقيقة كثيرين من الأخوة في منطقة الخليج، وسيثرون إن شاء الله هذا الملتقى سواء بالتركيز على القصيدة النبطية اللي تهمنا بالدرجة الأولى، ثم التركيز على إبداع بن لعبون وحياة بن لعبون ومسيرة محمد بن لعبون الشعرية. أيضا سيشارك في هذا الملتقى أحد الإخوة المهتمين بالموسيقى للتركيز على الفن اللعبوني اللي ابتدعه بن لعبون خلال مسيرته، أيضا مو فقط الشعرية، خلال مسيرته الفنية، منها اللحن الخماري والسامري وأشياء كثيرة الحقيقة شارك بن لعبون في تطويرها وتثبيتها، بحيث أنه عمل له فن الذي يسمى الفن اللعبوني. نتمنى من الأعماق أن نكون ساهمنا مساهمة فعالة في إثراء الساحة الشعرية
النبطية في منطقة الجزيرة والخليج العربي من خلال الأخوة الأكاديميين الذين سيقدمون إن شاء الله بحوث مفيدة جدا، وربما تفتح آفاق جديدة إلى مثقفين جدد يخوضون بهذا المنحة. الواقع في اعتقادي وأعتقد أنه هذا الملتقى سيكون أهم ملتقى عن الشعر النبطي حدث في منطقة الجزيرة والخليج، أعتقد هالشكل، ونتمنى إن شاء الله أن تتبعه ملتقيات أخرى منا أو من ناس آخرين يثرون الساحة الشعرية بما يستطيعون. أيضا سنبدأ بعمل أمسيات لكبار شعراء الجزيرة العربية والخليج، وسيدعى لهذا الملتقى كبار الشعراء الذين يتمتعون باسم كبير في المنطقة. كذلك سنساهم في دفع الشباب لأن يقف إلى جانب هؤلاء الكبار حتى نعطيهم ثقة أكثر ليسيروا قدما في هذا الفن المحبب إلى نفوس الخليجيين ونفوس العرب بشكل عام. كذلك ستقام في أحد النوادي الرياضية إن شاء الله حفلات عن شعر باللعبون، سواء في القلطة في العرضة أو في السامري والخماري. كذلك سنهتم أيضا في فن القلطة بين الشعراء الذين يعيشون في وقتنا هذا إن شاء الله. أتمنى أن هذا الملتقى سيثري الساحة مرة ثانية أقولها، وكذلك أتمنى من الإخوة عشاق الشعر النبط أن يكونوا متواجدين يوم 28 29 و30 أكتوبر من هذا العام في الملتقى إن شاء الله، وسنحاول إرضاءهم قدر الإمكان. شكرا. أعزائي المشاهدين، حول ملتقى بالنعبون لشعر النبط، إليكم هذه الكلمة من وزير التربية الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب الأخ الكريم عبد العزيز سعود الباطين، يبدأ ملتقى جديد يتم الحديث فيه عن شاعر جديد من الشعراء الذين اختارهم ليكونوا في مجال البحث في هذه الملتقيات. والشاعر الجديد الذي اختير لهذا الملتقى القادم هو الشاعر النبطي محمد بن لعبون. وشعر النبط هو كما لا يخفى على الجميع هو الشعر الذي يقال باللهجة العامية، وهو في الواقع من أهم وسائل تسجيل الحياة العامة في المنطقة منذ أمد طويل، أي منذ ابتدأ الشعراء يصوغون قصائدهم بهذا الأسلوب وبهذه اللهجة. فأي شخص يود أن يطلع على الحياة الاجتماعية في المنطقة وبخاصة جزيرة العرب بشكل عام يستطيع أن يجد تفصيلات كثيرة في هذا الشعر الجميل الذي حفظه الآباء والأجداد، والذي لا يزال يجد صداه في المجتمعات في منطقة الجزيرة العربية. ولا شك أن الكويت اهتمت بهذا النوع من الشعر، ولذلك نجد الجرائد المحلية تخصص له صفحات كاملة، ونجد عندنا دونية شعراء النبط التي عنيت بجمع هذا النوع من الشعر حتى يحتفظ به الأبناء والأحفاد في المستقبل، ويكون تسجيلا واضحا للمرحلة التي نعيشها.
إذن فليس من المستغرب أن يقوم الأخ عبد العزيز سعود البابطين بتخصيص أحد الملتقيات لهذا الشاعر الذي أبدع في مجالات شعرية متعددة وخاض في مختلف فنون الشعر وسجل في شعره الكثير من الأخبار والأحداث التي مرت في المنطقة أثناء حياته. ومحمد بن لعبون ولد سنة 1205 وتوفي سنة 1247. كان حظ الكويت منه في السنتين الأخيرتين من حياته، حيث نزح إلى الكويت وعاش فيها هذه الفترة وأبدع فيها العديد من قصائده، وتوفي فيها ودفن فيها ولا يزال قبره معروفا بها. هذا الرجل عندما جاء إلى الكويت جاء محاطا بالتكريم والتقدير من الذين أحبوا شعره وأحبوه قبل أن يروه، واستطاع أن يكسب محبة الناس بدماثة خلقه وبكونه رجلا فنانا شاعرا قوي الشاعرية عبقريا في شعره. ومع الأسف أن هذا الرجل الذي أبدع هذه الفنون الجميلة وأبدع هذه القصائد الرائعة لم يجد في الماضي اهتماما كبيرا به، بحيث تجمع قصائده في ديوان واحد، وبحيث تشرح وتوضح للذين لا يستطيعون أن يتفهموا الشعر النبطي. ولكن الأمل كبير في هذا الملتقى أن يتيح للقراء ولمحبي هذا النوع من الشعر، وليستقطب عددا آخر من الذين لم يحاولوا قراءة هذا النوع من الشعر، حتى نستطيع أن نلم بمعرفة كاملة عن شاعرنا. وأنا أود أن أطرح شيئا قليلا عن هذا الشاعر عندما جاء إلى الكويت. فعندما جاء إلى الكويت كان لصيقا بعدد كبير من الكويتيين كما ذكرت قبل قليل، وكان دائم الجلوس عند أحد أفراد عائلة البدر الكرام، وأحبهم وأحبوه وعاش بينهم إلى أن توفي. ومن القصائد التي قالها وتخص الكويت، إحدى القصائد التي وجهها إلى الشاعر عبد الله بن ربيعة، والتي يقول فيها: وانطعتني عن ذا السباع المظاهير، عندك أخو مريم تصلفط بداره، أبو صباح ريف ركب معابير، هو زب مضيوم جلى عن دياره، جابر لنا سدرة وحنا عصافير، لا ضيم عصفور لجا في جواره. ويقصد في جابر، هو جابر بن عبد الله الصباح حاكم الكويت في ذلك الوقت. وهذا دليل على أنه مرتبط بالشيخ جابر وله اتصال به ويعرف عنه الكثير، بدليل أنه قال أنه يلجأ إليه في المهمات، وكما قال: جابر لنا سدرة وحنا عصافير. أما القصيدة الأخرى التي ممكن أن نجد فيها رائحة الكويت وتأثيرها على شاعريته وعلى نفسية الشاعر، القصيدة التي يقول فيها: حي المنازل جنوب السيف، ممتدة الطول مصفوفة، أمشي على زبنها وقيف، في حبها الروح مشفوفة، دار الخدم والكرم والضيف، دار المناعير معروفة، دار العجب والطرب والكيف، والإنس والفن ودفوفة،
علمي بها من ليالي الصيف يوم البخت ناشر النوفة أيام حظي يقص السيف يشرب من المي بكفوفة. وله قصائد أخرى في هذا المجال ولكن الوقت لا يتسع لذكر كل ما يمكن أن يقال حول ابن العبون، إلا أن الملتقى في توقعي سوف يغطي الكثير عن حياة ابن العبون وعن شعره وشعريته وعن علاقته بالكويت وبالمنطقة بشكل عام وعلاقته بغيره من الشعراء حتى تتكون صورة كاملة كما حصل مع الشعراء الآخرين الذين تناولتهم الملتقيات السابقة. أكرر شكري للأخ عبد العزيز سعود البابطين على هذه الهمة وعلى هذا الاهتمام، وأرجو إن شاء الله في المستقبل المزيد من العناية في بشعرائنا الذين يستحقون العناية والذين ربما نرى أن التاريخ قد أهملهم، وهذه هي الفرصة الوحيدة التي ننتشلهم بها من هاوية التاريخ وحتى نقدمهم لأبنائنا ولأحفادنا وحتى يكونوا صورة لهذه المنطقة يعرفها الدان القاصي والداني. وشكرا جزيلا.
نسمع من شاعرنا مطلق ابن شلاح مطيري هذه القصيدة. الأفكار في مبدأ القصيد، ودنا بشيء يفيد المستمع، ودنا في شعر منه نستفيد، كل حرف من حروفه ينسمع. كان شعري ما لبس ثوب جديد، صاغ هلي في تواصيفه برع، أشهد إنه من حسب ضمن الرصيد وعن كتابة باقي الشعر امتنع. كان شعري ما لبس ثوب جديد، صاغ هلي في تواصيفه برع، أشهد إنه من حسب ضمن الرصيد وعن كتابة باقي الشعر امتنع. الشعر نبراس ما هو بس نشيد أو حروف مع قوافي تجتمع، الشعر له روح وإحساس أكيد، يدخل الوجدان سهل ممتنع. وإن كتبت الشعر لراس عنيد، ينصهر حرفي قبل لا ينطبع، أكتب الكلمات وأقراها وعيد، لين حتى من سمعها يقتنع. أعرض الأفكار وأخذ ما أريد، وقبل أبدأ لازم إني أطلع، لين حتى راينا يطلع سديد، وأطلب الله من سمعها يقتنع. لين حتى راينا يطلع سديد، واطلب الله من سمعها ينتفع. عن شباب اليوم موضوع الجديد، يشمل الجنسين شعري بالطبع، صارت الموضة هي الجهد الجهيد، يتبعون الغرب في كل البدع، لين في ليت في تقليدهم شيء يفيد، أو خذوا من علمهم شيء نفع. لكن اللي يجعل الخاطر يقيد، قلدوا صرعات لا ما تنبلع، والشباب اليوم بأفكاره يحيد، بعضهم والله مضيعين السنع في ملابسهم، يحبون الفريد، والشعر قصات موضات الصرع، والركب سيارته تسمع رعيد من مسجل شلون راسه منصدع. أدري إنه طيش بس خايف يزيد، والتطبع بعده يصير الطبع، فالبنات إن قلت موضوعي يزيد، انزلوا الشارع تشوفون البدع، لبسها الفتان في طوله زهيد، ولبسها من فوق ركبتها ارتفع، وصار للمكياج أشكال عديد، همها تخدع وهي اللي تنخدع، والعيون ألوان الموضة تريد، كل شيء صار فيها مصطنع، والحياة كالدم فعروق الوريد، من بعضها نشهد إنه انتزع، صدقوني وخذوا الرأي الأكيد، الحياة في البنت أجمل ما طلع، والحياة في الدم، والحياة كالدم في عروق الوريد، من بعضهن أشهد إنه انتزع، صدقوني وخذوا الرأي الأكيد، الحياة في البنت أجمل ما طلع. يا شباب اليوم حطوا الإيد بيد، لأنكم أنتم عماد المجتمع، ودنا بأفعالكم دايم نشيد، وفعلكم نجم على العالم سطع، ويا ولي الأمر لا تكون الشديد مع عيالك، وتزود بدل عراعهم، وخلك لهم دايم سنيد، ومن غلط لا بد إنه يردع، هذا شعري ويا عسى منها فيد، اختصرت القول فاخطاء ان تقع، كل صاحب راي يرسل بالبريد، كل رساله نقد قلبي يتسع. شاعر صحفي شبيب قزاي مطيري يشاركنا هذا الاسبوع بهذه القصيده. بين عالم عيونك وبين خوه هذاك، عشتنا يا حبيبي وسط عالم صراع، كل ما بعدت عنك زدت لي في غلاك، وانقربتك حبيبي ما تعرف الخداع. أنت روحي وكلي عاشقك ما نسي، آه وصعبها وإن كان قلت الوداع. أنت جرحي وطبي أنت كلك، هلاك أنت عالم بروحك أنت كلك، شعاع أنت عيني وقلبي أنت كلي، فداك أنت عالم جميل ودائما بارتفاع، ما عشقتك عبث يا صاحبي من حلاك، لين صارت حياتي عند جوك ضياع، هايم الحب يطرب وانت ربي عطاك، كل شوقي وودي والضماير جياع، التهب شوق خلك وانصهر من ضياك، وفي بحر شوق كزامي يشد الشراع من دلالك وحسنك، لحذفت الشباك وانجرف وسط تيارك، وقط القناع مغرما لو نصحته قال روحي هناك، اشهد اني عشقت صدق حتى النخاع. من بادي الوقت Thank you.
أبا أتكلم واذكر الله وناديك، عساك تسمع كلمتي يوم نادي، عساك تفهم مقصدي يوم حكيك، تفهم معاني كلمتي واجتهادي، يا ورع لو تفهم غلا عندي مغليك، ما يوفي الديان منك السدادي، وله على راسك ولا قبل ماضيك، الله جعل من رحمته بلف وادي، الله لا يقطع رجا مثل راجيك، ويجعل مع الأجواد وصل ودادي، لك هقوت مني على الطيب ترميك، إنسان ما جنبت درب الرشادي، الله يخلي لك دلالك ويهديك، يهديك من كونك رب العبادي، حنا نبى منك المراجل ونرجيك، نرجيك وانت صغير بل مهادي، انت لمليه وانا اللي مربيك، وبيك بالخيرات ليه همدادي، ما بيك تعطيني مقفى على بيك، سنك بليدن عندها العيب عادي، وبيت نومسني ليحل طريق، حر تصيد الطايره ما تصادي، ولا تخاوي اللي للرذيله يوديك، خلك بعيد ولا تجي له مرادي، اتعب على العليا وعزز مراجيك، وترى المراجل دربها بس نادي، الله يوفزك السنع في خطويك، وتسعد مع الايام والجو هادي، واختامها يا الله تدفع بلاويك، وتم من جميع اوطاننا والبلاد. هنا اعزائي المشاهدين ناتي نهايه حلقه هذا الاسبوع، نشكركم على حسن المتابعه، ونشكر الاخوان الفنيين من الكاميرات المحموله منور العنزي ومحمد الفندي، ومراقب مواد هذه الحلقة الشاعر محمد بن ضيف الله بن رويل المطيري، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أستودعكم الله في أمان الله. يا دموع ليه بين لي خضوع، ليه يجرح كبرياء في رجوع، يا دموع ليه بين لي خضوعه، ليه يجرح كبرياء في رجوعه، يوم نتمنى وصاله صد عني، ويوم جافيته ولهتي دموعه، ليه بين لي خضوعه، ليه يجرح كبرياء في رجوعه، يوم نتمنى وصاله صد عني، ويوم جافيته ولهتي دموعه، بترك الايام تلعب في حياتي، كل ذكرى تمر في باله تلوع، واسأل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني منه يروع، بترك الأيام تلعب في حياته، كل ذكرى تمر في باله تلوع، واسأل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني.